اسم الحسين، مثلا حسين حسين حسين، أو الحسين الحسين الحسين، أو يا حسين يا، هذا الاسم بحد ذاته أن اسم الحسين فيه نورانية. هاي النورانية إذا يعني حصل عليها الفرد نال قدرا من اللطافة في روحه، روحه راح يصير بها قدر عالي من اللطافة. فاترك بس دققوا، يعني اكو نورانية بأذكار بأوراد بأدعية بآيات قرآنية بكلمات، هاي اكو نوع خاص، اكو نورانية خاصة. هاي النورانية الخاصة إذا الإنسان رددها إش جابت له، إش ولدت، إش أثمرت، أثمرت لطافة. هاي اللطافة في القلب تؤدي إلى رقة، هاي الرقة إذا حصلت حصل صفاء، إذا حصل هذا الصفاء نزل الفيض.